السلام عليكم، معاكم المهندس محمد كامل، وده تالت فيديو لينا في كورس 3D Max. اتمنى ان يكون الفيديوهات اللي فاتت فادتكم، وان انتوا بدأتوا تشتغلوا، وان انتوا جربت اخر تاسك انا كنت عملتها في الفيديو اللي فات. الفيديو ده هنبدأ نكمل على الفيديو اللي فات. احنا كنا الفيديو اللي فات وشرحنا السناب. طيب انا ممكن اعمل ايه دلوقتي؟ انا ممكن دلوقتي مثلا ان انا هاجي هعمل عايز اعمل سلم مثلا، فهاجي كده مثلا هفترض ان انا عندي العرض الهايت بتاع السلم اللي هو 0.15، ده اللي هو عرض، ده اللي هو الهايت بتاع اللي هو السلمة، وبعد كده عندي اللي هو الويتس ده اللي هو 0.3، وبعد كده هنفترض ان السلم العرض بتاعه مثلا 4 متر. طيب خلينا نعمل زوم ان كده، نعمل زوم ان ونشوف السلم، ادي السلم بتاعنا. طيب انا محتاج يبقى متدرج، يعني السلالم دي تبقى. طيب احنا خدنا السناب، وان احنا مثلا ممكن نشغل اللي هو الفيرتكس، وابتدي مثلا ادوس شيفت، لان احنا خدنا المره اللي فاتت لما انت تعوز تعمل كوبي فبدوس شيفت وابقى مختار زرار الموف. بس المره دي انا مش هعمل على الكوردينيشن، لا انا هقف على اول سلمه كده وانا دايس شيفت وادوس ليفت كليك واشدها لفوق كده، وابتدي اعمل اكتب هنا رقم زي ما انا عايز، فطلع لي عندي السلم بتاعي اهو. ممكن بعد كده ان انت تختار السلم بتاعك ده كله وتعمله جروب وتسميه مثلا ستير. طبعا في الماكس ستير، الستير كذا نوع من انواع الستير وجاهزين، بس انا خلينا يعني ايه واحنا شغالين بنقول طرق مختلفة ان انت ممكن حاجات تعمل، ممكن بالسكيل تصغره كده شوية. طيب تمام. الحاجة التانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها ان احنا هفترض دلوقتي، خلينا بس نقلل الهوم جريد شوية، نخليهم مثلا 2 ونكبر الجريد بتاعتنا. انا دلوقتي لو محتاج ان انا اعمل البوكس بتاعي اهو، وادي البوكس بتاعي، وانا محتاج ارسم عليه، يعني انا محتاج ارسم فوق عليه. طبعا انت لما تيجي ترسم عليه هو بالنسبة له كل الرسومات اللي هيعملها بيكون عاملها على الايه، على الجريد اللي تحديدي. طيب لو انت محتاج اي سطح تقف عليه هو يرسم عليه، لو عملت صح على اللي هو على الاوتو جريد، بس لازم تبقى مختار حاجة تحت الاول بوكس مثلا وتستعمل صح على الاوتو جريد، فاي سطح انت هتقف عليه هو هيبتدي يرسم عليه، هو ده بالنسبة له كده الجريد بتاعته اللي هيبتدي يشتغل عليها ويرسم عليها. فده موضوع الاوتو جريد بتاعنا اللي موجود هنا ده دلوقتي. طيب نشرح في جزء عندنا تاني كده تحت الستاندرد، حاجة اسمها الاكستندد. الاكستندد دي شوية حاجات موجودة برضو زي الستاندرد، ممكن نجربها كده مع بعض سريعا. طبعا هتبقى نفس السيتنج زي اللي فاتت. في عندنا مثلا اللي هو الهيدرو، طبعا الهيدرو ليها هتلاقي في الفاميلي بتاعتها انواع، وتبدأ تجرب كل واحد فيهم. جرب السيتنج اللي تحت دي. عندنا بعد كده اللي هي التورس، حاجة عاملة كده. وبعد كده عندنا مثلا التشامفر بوكس. التشامفر بوكس ده ان انت بتعمل بوكس عادي اهو، بس بعد اخر كليك في كليك تاني ان انت تعمل ان هو يبقى فيلت للزوايا بتاعته. طبعا او ان انت ممكن في الفيلت من هنا تقدر ايه تزوده وتنقصه زي ما انت عايز. خلاص. طيب عندنا بعد كده اللي هو التشامفر سلندر، وبعد كده عندنا اللي هو الاويل تانك مثلا. طبعا كل الحاجات دي هتلاقي فيها شويه سيتنج، دي مش هتختلف كتير على اللي احنا شرحناه يعني في اللي هو في الاكستندد، بس في الستاندرد بس جربوهم. انا لو في حاجه قابلتني مثلا واحنا شغالين هقول لكم. دي الكبسول اللي بعد كده مثلا، ديت واحدة تانية، وممكن تبدأ تغير في اللي هو في الكاب هايت زي ما انت عايز، تغير في الكاب هايت بتاعك زي ما انت عايز. في عندنا اللي هو ال ده اللي انت بتستخدمه لو انت مثلا عندك محتاج مثلا انت تعمل كورنر، والكورنر بتاعك ده مثلا لو انت عايز تعمل السايدز بتاعه مثلا 5 الكورنر كده في 5 مثلا، ومحتاج تعمل اللي هو السايد ويتس اللي هو 0.25 اللي هو نفس سكيل
اللي هو الوول بتاعتك. فانت لو انت جاي كورنر قدامك اهو ومحتاج تعمل الهايت بتاعه مثلا 4 متر، ده لو محتاج تعمل جزء زي الكورنر مثلا. بعد كده هتلاقي عندنا حاجة تانية اهي، انت تقدر طبعا تغير في الفيلت بتاعها لو انت عايز تغير في الفيلت، وعندك حاجة اسمها سايدز تقدر تقلل تعمل السايدز بتاعتك زي ما انت عايز، وممكن تخلي الفيلت بزيرو وتبدأ تزود في السايد متمن لحد ما انت مسدس، وهكذا عدد السايدز زي ما انت عايزها يعني. بعد كده ده اللي هو السي. السي نفس الكلام بالظبط اللي احنا شرحناه، زي اللي هو الايه الشيب يعني اللي احنا عملناه ده. في عندنا حاجة اسمها الرينج ويف، وفي عندنا حاجة تانية اللي هي حاجة عاملة كده. احنا لو استخدمنا اي حاجة من دول بعد كده في الشغل يعني هقول لكم كل واحدة احنا بنعمل بيها ايه. انا اللي يهمني اللي هو اللي هي الحاجة اللي بعد كده اللي احنا هنشرحها اللي هي الشيبس. الشيبس دي حاجات 2D، وبتبدأ بعد كده تقدر تحولها ان انت تقدر تعملها تحولها ل3D. طب ازاي؟ انا مثلا عندي اللاين، خلينا ناخد نشرح اول حاجة خالص اللاين. اللاين بتاعك ده شيل الاوتو جريد، بس انا لو بعمل اللاين بتاعي كده ده لاين اهو. اللاين فيه انواع، في حاجة اسمها البيزير والسموس والكورنر. طيب خلينا نروح بس من التوب كده ونبص. انا دلوقتي هشغل هاجي من التوب اهو، اشتغل من التوب، وهاجي دلوقتي كده اشغل السناب بتاعي، والسناب هشغل الايه الجريد بوينت. انا دلوقتي هرسم اهو على الجريد بوينت بتاعتي حاجة عاملة كده 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 مثلا كده كده. انت دلوقتي بترسم بدايمنشن على الجريد بوينت، لان انت عامل السبيسنج بين كل الجريد بوينت اللي هو ايه 2 متر. طيب ده الكورنر. لو انت عايز تمشي ستريت لاين، يعني انت لو انت محتاج تمشي ستريت لاين وانت احنا كنا بنتكلم بنقول لو انت محتاج تمشي ستريت لاين مثلا، وانا يعني انا مختار اللاين بتاعي اهو ومش عايز تشغل السناب بس محتاج تمشي ستريت لاين، فانت بتبقى مختار ان هو يبقى كورنر كورنر كورنر، وتبتدي تدوس شيفت. فانا وانا دايس شيفت دلوقتي هو بيمشي ستريت لاين اهو، ده لو انت مش عايزه تمشي بالجريد بتاعتك. تمام، ادي عندنا كده اللاين. اول حاجة عندنا في اللاين فوق خالص حاجة اسمها ريندرينج. ريندرينج ده بيعمل ايه بقى؟ احنا هنشرح كل حاجة بالتفصيل يعني. ادي لو اخترت اللاين بتاعي، انا لو جيت دلوقتي عملت لاين اهو، هلاقي عندي حاجة فوق اسمها ريندرينج. ريندرينج ده بيعمل ايه بقى؟ في عندنا حاجتين فوق كده، لو انا دوست حاجة اسمها انيبل ان ريندر وانيبل ان فيو بورت. انيبل ان فيو بورت اللي انت بتشوفه قدامك ان اللاين بتاعك اتحول لسيكنس. انيبل ان ريندر عشان بعد كده لو جيت ترندر يظهر لك في الريندر، انما لو عملتش الصح على انيبل ان ريندر لما تيجي ترندر هيظهر لك ان هو اللاين عادي خالص ملوش السيكنس اللي انت شايفه قدامك ده في الفيو بورت. طبعا هتلاقي عندك حاجتين، حاجة اسمها ريكتانجل وريديال. الريديال ده اللي هو انت بتزود السيكنس بتاعه، ودي اللي هي اللي تحتها بتزود السايدز بتاعته، ودي اللي هي بتزود الانجل بتاعته. وفي بعد كده عندك ريكتانجل، ممكن الريكتانجل ده تقلل تعمل الارتفاع بتاعه مثلا 3 متر، وتعمل الويتس بتاعه اللي هو 0.25 اللي هي السيكنس بتاعت الوول بتاعتك. فانت حولت الشكل بتاعك ان هو يبقى وول يعني، ودي اللي هو الانجل ان هي تبقى مايلة سواء لجوه او لبره يعني. طيب يبقى دي كده نشيل بقى الصح اللي على نيبل ان ريندر ونيبل ان فيو بورت. بعد كده عندنا حاجة اسمها الكيبورد انتري. ايه الكيبورد انتري دي بقى؟ الكيبورد انتري دي ده هفترض ان انا دلوقتي محتاج ان انت تيجي ترسم، تبتدي ترسم كده هنا، ومحتاج ان انا ارسم بدايمنشن. طب ما انت ممكن ترسم بدايمنشن على الجريد. لا انا مديك الارقام اللي انا مديلك، مثلا عايز 3.5 وده عندي مثلا 3.5 في 2.5. طب انت هتعملها ازاي؟ فبنروح لحاجه اسمها الكيبورد انتري. ايه الكيبورد انتري دي؟ انت ما بتروحش ترسم مانيوال خالص، انت بتكتب ارقام هنا وهو بيبتدي يرسم لك. بمعنى ايه؟ لازم تحدد له النقطه اللي هيبتدي يرسم من عليها. فاحنا قلنا ان ديت عامله زي اللي هي الكراسه الجراف بتاعتنا، ان هو لازم تحدد له ان انا هبتدي مثلا من 0 0. فهقول له
الاكس والواي والزد بزيرو واقول له اد بوينت، هتلاقي عمل لك اللي هو الشكل اللي هو البدايات بتاعته اللي هي الكوردينيشن بتاعتي، واقول له اتحرك في اتجاه الاكس 3.5 مثلا واقول له اد بوينت، فتلاقي رسم لك 3.5 اهو. وبعدين اقول له اطلع لي والله في الواي 2.5 واقول له اد بوينت، فطلع فوق اهو. طب انا محتاج ان هو يجي كده بقى، هكتب كام؟ هكتب في الاكس كام؟ زيرو، عشان يرجع تاني. طب يقفل بقى، يقفل، يبقى انت تكتب في الواي زيرو وتعمل اد بوينت وبعد كده تعمل كلوز. ادي كده عمل لك الدايمنشن بتاعتك زي اللي انت عايزها بالظبط. ده بالنسبة للكيبورد انتري. طيب نجرب بقية اللي هي الحاجات بقى واحدة واحدة كده. ادي الريكتانجل، ادي الريكتانجل اهو. الريكتانجل ده بس فيه حاجة زيادة، ان انت في عندك ادي لينس وادي ويدث، فممكن تكتبهم هنا كده على طول. وفي حاجة اسمها اللي هو الكورنر ريديوس، ان انت ممكن تعمل ريديوس للكورنر بتاعتك. طيب سيركل، ادي السيركل بتاعتك، عندك الريديوس بتاعها هتلاقيه موجود. الاليبس، ادي الاليبس بتاعتك، في لينس وفي كلام من ده، في لينس وفي اللي هو الويدث، وفي بعد كده عندنا الارك، ادي الارك بتاعي. وبعد كده عندنا مثلا اللي هي دي كده، ده بتدي لك ان هي تعمل سيكنس ليها. وممكن تكتب اللي هو عندك radius 1 اهو وradius 2 تكتبه فيه. بعد كده عندك مثلا حاجة كده، دي ممكن طبعا تزود السايدز بتاعها وتقلل السايدز بتاعها زي ما انت عايز. والكورنر ريديوس ده لو انت عايز تعمله فيلت، يعني انا مثلا لو انا جيت زودت الريديوس وزودت عدد السايدز، ممكن تزود تعمل فيلت للكورنر بتاعتك دي او لا. طيب بعد كده عندك الستار، ادي الستار اهي. اول حاجة خالص في الستار هتلاقي اللي هي radius 1 وهتلاقي اللي هو radius 2، وبعد كده هتلاقي عندك البوينت بتاعتك، عدد اللي هم البوينت اللي موجودة. وبعد كده هتلاقي عندك distortion، ده اللي هو اللفة بتاعتها لو هي فيها كيرفت كده شوية. وبعد كده هتلاقي عندك الفيلت radius، ده لو انت عايز تعمل لهم فيلت في الجزء اللي هو اللي تحت ده، والفيلت ده لو انت عايز تعمل لهم فيلت من فوق حاجة عاملة كده مثلا. طيب بعد كده هتلاقي عندك التكست، التكست ده اللي هو بتكتب تكست. ممكن مثلا التكست ده اكتب مثلا محمد واقلل اللي هو السايز بتاعها، وطبعا تقدر تعمله مايل او لا، تقدر تعمل تحته خط او لا، تقدر تغير الفونت بتاعه زي ما انت عايز. بعد كده عندنا الهيليكس، الهيليكس دي ادي الهيليكس، حاجة عاملة كده، حاجة عاملة كده. بتبدأ تحدد اللي هو radius 1 اللي موجود اللي تحت، وبعد كده بتحدد radius 2، وبعد كده بتحدد الهايت بتاعها، وبعد كده بتحدد حاجة اسمها الترنز، ان انت عايز تلف كام لفة. وبعد كده بتحدد البيز بقى اللي هو كلها لتحت ولا كلها لفوق. وبتبدأ تحدد الاتجاه بتاعها، ان هي مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة. بعد كده في حاجة تانية عاملة كده برضو. طيب وعندنا سيكشن، حاجة عاملة كده. طيب الحاجات دي كلها احنا هناخد اول موديفاير ليست، اول موديفاير ليست اللي هو بيحول لنا الحاجات ال2 دي، ولازم نبقى مركزين قوي نعرف كل موديفاير ليست بيعمل ايه. بيحول لك من ال2 دي ل3 دي اللي هو الايه، هنشرح اول حاجة النهاردة خالص اللي هو الاكسترود. الاكسترود ده بيعمل ايه بقى؟ انا لو جيت دلوقتي اخترت الشكل بتاعي ده اللي هو محمد ده مثلا، ورحت في موديفاير ليست، اخترت موديفاير، يعني رحت موديفاي موديفاير ليست واخترت عملت اكسترود، انا بكتب على الكيبورد، هتلاقي عندك الاماونت ده الهايت بتاعك، الهايت بتاعك اللي هو انت عايز يطلع هايت قد ايه، وحاجه فيها الكاب ستارت والكاب اند، ده اللي هو الشكل بتاعك بيتقفل من تحت وبيتقفل من فوق، من تحت ومن فوق اهو. طيب هل ان انا كل واحد من دول لازم اقعد اعمل له اكسترود زي التاني؟ لان انا محتاج اعمل اكسترود لحاجات كتير. ممكن ان انت دلوقتي تاخد كوبي اهو، انا هاخد كوبي من ده كده اهو، من الاكسترود ده، واروح مثلا اختار اللي هي دي، واروح اعمل رايت كليك هنا تاني واعمل
بيست، فيطلع لك ايه ان الشكل بتاعك اهو. طب انا اختار دي كده كذلك واعمل رايت كليك اهو، طلع لك عمل لك اكسترود ليه، وهكذا تقدر تعمل اكسترود لحاجات كتير عندك يعني. طيب كويس قوي، يبقى احنا كده عرفنا الاكسترود، وعرفنا الاكسترود بيحول الاشكال ال2 دي ل3 دي. طيب في حاجة كده هتلاقيها زيادة تحت في الاوتو جريد في الاشكال اللي هي ال2 دي احنا ما قلناهاش، اللي هي ايه بقى، اللي هي الستارت نيو شيب. ده بيعمل ايه بقى؟ ده لو انا جيت مثلا عملت ريكتانجل كده وانا عامل صح على الستارت نيو شيب، ده معناه ان هو كل شكل بيرسمه ملوش اي علاقة بالتاني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لما تيجي تعمل اكسترود هيعمل اكسترود، يعني انا جيت دلوقتي رسمت هو واحد تاني اهو، فبقى ده خلينا نخرج بره الامر، ده حاجة اهو، ده حاجة وده حاجة ملوش علاقة ببعض. طيب خلينا بقى نرسم، نمسح دول كده، خلينا بقى نمسح اللي احنا كنا مسحنا اللي فات، وخلينا بقى مثلا نعمل ريكتانجل دلوقتي كده ونشيل الصح اللي جنب ستارت نيو شيب ده، ونعمل كده مثلا ايه شوية حاجات جواه، حاجة عاملة كده، ونجرب نعمل له اكسترود. ايه اللي هيحصل؟ انت متخيل ايه اللي هيحصل؟ هيطلع مفرغ، الحاجات دي مفرغ. ليه؟ لان انت كلمة صح اللي شلتها من جنب ستارت نيو شيب ده معناه ان الشيب ده هو الحاجات اللي جوه دي كمان هي نفس الشيب، فلما جه عمل اكسترود طرحهم منه. فانت لو عايز تعمل اي شكل بتاعك يكون متشال منه الحاجات الداخلية، او انت عايز تعمل كذا شيب في بعض، تقدر تشيل الصح يعني كذا شيب يكون شيب واحد بس، فما بتعمل لهم سيلكت. طبعا الاكسترود بتاعي ده اقدر باللمبة اللي جنبه ده اللي هو دي اقدر اشغله واطفيه، او ان انا ارجع للي هو للشكل بتاعي ده واعدل فيه لو انا محتاج، واحنا بعد كده نشرح ازاي تقدر تعدل فيه تاني يعني. وتقدر تمسحه، ان انا اقدر اعمل له ديليت من هنا كده ريموف، ان انت تمسح الاكسترود ده لو انت محتاج ترجع تاني للشيب بتاعك. لو انت جيت تعمل سيلكت عليهم او ما تلاقيهم حاجة واحدة كلهم شيب واحد موجود تقدر تعدل عليه زي ما انت عايز بالظبط. يبقى احنا كده قلنا الاوتو جريد والستارت نيو شيب دي بتعمل ايه، وعرفنا الكلام ده كله. طيب اخر يعني جزء نقوله في موضوع السناب، في حاجة عندنا في السناب قبل ما نروح للحاجة اللي كنت راح اقولها، خلينا بس اقول هل ان انا لازم كل موديفاير اعمله؟ يعني انا دلوقتي عملت حاجة كده، اسف انا ما مشلتش الصح اللي جنب ستارت نيو شيب، خلينا نعمل كده مثلا. هل كل واحد بقى لو عايز اعمل اكسترود، لا اكسترود لازم اروح اعمل من موديفاير؟ لا، قال لك في طريقه سهله تانية، ان انت تدوس اكس وتكتب اكسترود هنا كده زي الاوتوكاد بالظبط اهو، وهتظهر لك اكسترود موديفاير. لو انت وقفت عليها هيقول لك جنبها على اليمين على طول هي بتعمل ايه، بتحول لك الشكل ال2 دي ل3 دي. فدي طريقة اسهل لو انت بتتلخبط كل واحد بيعمل ايه يعني. طيب تمام قوي، خلينا بقى نمسح دول ونقول اللي احنا كنا عايزين نقوله. انا دلوقتي لو انا محتاج عندي ريكتانجل حاجة محتاج خلينا نعمل حاجة 3 دي، محتاج ان انا مثلا اعمل بوكس كده، ومحتاج اعمل له روتيت اللي هو انيمه مثلا. طبعا الطريقة البديهية بتاعتنا ان احنا نختار الروتيت بتاعتي، وهاجي في الزد واعمل 90، فدي طريقة طبعا سهلة بالنسبة لنا وكلنا نقدر نعملها يعني. الطريقة اللي هي اللي انا اقدر اعمله بيها برضو اللي هو ايه، ان انا عندي جنب السناب في حاجة اسمها انجل سناب، لو انا دوست اخترتها ودوست رايت كليك عليها اقدر ان انا مثلا اكتب له في الانجل دي 30 مثلا، فهو لما هيجي هيعمل روتيت هتلاقيه بيعمل روتيت 30 ومضاعفاتها. بص على الزاوية اللي فوق كده اللي هي الاصفر دي اللي هي المكتوبة فوق هنا، هتلاقي مثلا ايه 30 60 90 100 وهكذا، هتلاقي بيعمل ال 30 ومضاعفاتها، او ان انت ممكن تكتب له في الانجل 90 فهتلاقيه هو بيعمل روتيت 90 درجة بس. فده هيفيدك اكتر لو انت بتتلخبط ان انت ما بتعرفش تعمل روتيت، وتقدر طبعا تعمل له روتيت في الجوانب اللي انت عايزها كلها.
فده موضوع موضوع السناب، سواء اللي هو السناب العادي او الايه او الانجل سناب. نقول حاجة كمان اللي هو حتة الميرور، لو انت محتاج تعمل الشكل بتاعك ده ميرور، الميرور بتاعتنا موجودة، شكل الميرور اهو موجود، تقدر تعمل لها سيلكت وتقدر تعمل ميرور. الميرور بتاعك في حاجة عندك اسمها الاوفست، انت عايز ده يعمل ميرور قد ايه، فانت بتحدد رقم الميرور بتاعك اللي انت عايز تعمله اهو، بتحدد الاوفست بتاعك بتاع الميرور اللي انت عايز تعمله، وبتحدد هو في الاكس ولا في الواي ولا في الزد، وبتحدد ان انت طبعا نو كلون ده اللي هو لو انت مش عايز تعمل له كوبي، انما انا عايز اخده كوبي، فهو هيعمل ميرور للشكل يعني بيعمل ميرور ويسيب الاصل بتاعك زي ما كان موجود يعني. اهو ده الاوفست اللي ما بين الميرور والميرور، وتبدأ تحدد والله انت عايزه في اتجاه الواي ولا في الاكس ولا في الواي ولا في الزد، ولا الاكس واي ولا الاكس زد ولا الزد اكس، دي ترجع لك يعني لو انت عايز اي نوع الميرور بتاعك، وتقدر تحدد هو الكوبي ولا نو كلون خالص ولا انستنس ولا ريفرنس زي ما انت عايز بالظبط. واحنا طبعا شرحنا الفروقات بينهم كلهم، ايه الفروقات اللي ما بينهم. هنشرح حاجتين النهارده يعني ان شاء الله، اللي هو الايه بقى، انا هاجي دلوقتي مثلا في الشكل بتاعي ده كده، وهاجي اعمل افترض بالتو دي اعمل لاين واشغل السناب بتاعي على الجريد بوينت، وابتدي ارسم اللي انا افترض مثلا البلان بتاعي حاجة عاملة كده، ده البلان بتاعي اهو. طيب البلان ده محتاج دلوقتي والله ان انا اروح يعني اعمل يعني محتاج ان انا اعمل له وول بقى، يعني اعمل له سيكنس واعمل له وول والكلام ده كله. خليني بس اقول لكم حاجة اخيرة كمان بالمرة، يعني ان انا دلوقتي لو انا جاي عندي كذا بوكس موجود هنا كده، وانا شغال في التوب، انا مختار ده كده هنا اهو في التوب انا مختار، ولو جيت انت دوست طبعا هنا هتلاقي السلكت راح، يعني انا دلوقتي لو انا مختار هنا سلكت ورحت دوست ليفت كليك هنا هتلاقي السلكت راح. طب انا عايز لو انا دايس سلكت عليه لما اجي اروح هنا يفضل عامل له سلكت، ما اروحش اعمل له سلكت تاني، تدوس رايت كليك. فانا لو دوست رايت كليك هنا كده على البرسبكتيف هتلاقيه اتنقل للبرسبكتيف وساب لي اللي هو السلكت عليه زي ما هو. طيب نرجع بقى للنقطة بتاعتنا، ان انا عندي بلان، والبلان محتاج ان انا اعمل له وول. طيب نجيب الوول منين؟ الوول بتاعتنا بتتجاب من حتة ستاندرد، بدوس هتلاقي عندك حاجة اسمها EAC Extended. في حاجتين، الحاجة الاولانية دي الفولياج، الفولياج ده الشجر اللي موجود جوه 3D Max، تقدر تختار اي شجرة فيهم وتبدأ تنزلها، وتبدأ طبعا تقلل في البرامترز بتاعتها، تقلل الهايت بتاعك وتقلل اللي هو التنستي بتاعتها، وتبدأ تزود اللي هو الاشكال اللي هي اللي موجودة بتاعتها دي، وتبدأ تحدد الشو اللي انت عايز تشوفه، عايز تشوف اللي هو طرحة يعني الليفز ولا لأ، عايز تحدد اللي هو الروتس بتاعتها تبقى باينه ولا لا، عايز تحدد الترانك بتاعتها تبقى باينه ولا لا، وهكذا. كل واحده فيهم هتلاقي نفس السيتنج بتاعتها موجوده. فدي باختصار الشجر بتاعك اللي موجود. طيب تمام، غير الشجر بقى هتلاقي عندنا جنب الشجر في الريلينج دي الهاند ريل، ودي هنشرحها ان شاء الله في مرات جاية. يعني احنا هنشرح النهاردة الوول، الوول بتاعتك اللي موجودة، انت بتبدأ تحدد الويتس بتاعك قد ايه اللي هي 0.25 سيكنس، الوول بتاعتك قد ايه، وبتبدأ تحدد الهايت بتاعها مثلا 3 متر، وبتبدأ ترسم. طبعا الجستيفيكيشن ده اللي هو ليفت وسنتر ورايت انا هقولها لكم دلوقتي هي بتعمل ايه، بس انت خلاص لو انت اخترت كده فبتبتدي ترسم الوول بتاعتك. طيب هفترض ان انا دلوقتي عندي الوول، يعني انا مش محتاج ان انا ارسم، انا محتاج ان انا اشتغل على، انا البلان بتاعي موجود اهو ك2D، ومحتاج ان انا عايز بقى الوول بتاعتي تمشي على الشكل بتاعك ده. لو انت رحت حاجة في الكيبورد انتري واخترت حاجة اسمها بيك اس بي لاين، ودي زيادة لو انت دوست على بيك اس بي لاين ده
ودوست على اللاين بتاعك، هتلاقي الوول بتاعتك اترسمت على الـ على الايه على الشكل بتاعك اللي هو اللي انت كنت رسمه. لو جينا نقفل بس الجريد هتلاقي اللاين بتاعك موجود اهو، اللاين بتاعك موجود اهو، اهو ادي اللاين اهو. طيب اللاين بتاع اللي انا رحته في موديفاي انت عاملها سنتر، لو انت جيت عملت ليفت او سنتر، السنتر بتاعك ان اللاين في النص اهو والحيطه يمين وشمال. طب لو انت محتاج مثلا الدايمنشن، محتاج الحيطه بتاعتك كلها تكون لبره، فتختار ان هي تبقى ايه رايت، فهتبقى الحيطه كلها لبره الخط بتاعك. لو محتاج انها تبقى ليفت هتبقى الحيطه داخليه داخل الخط بتاعك. سنتر يبقى الحيطه ماشيه في نص الخط بالظبط اللي انت رسمه، ودي بتفرق طبعا معاك في الدايمنشن اللي انت كنت بترسم بيها لو انت بترسم بالدايمنشن مظبوط يعني. او طريقه تانية ان انت ممكن تروح في التوب بتاعك وتجيب الوول بتاعتك، ادي الوول، وتحدد اللي هو الويتس والهايت، وتقول والله مثلا انا هرسم بليفت واشغل اللي هو السناب، بس هشغل السناب المره دي مثلا اهو، وابتدي اهو ارسم الوول بتاعتي حاجه عامله كده، او ان انت تعملها ببيك اس بي لاين. طيب انا متخيل ان حد فيكو هيجي دلوقتي مثلا يعمل ريكتانجل اهو، هيعمل ريكتانجل بتاعه وبعدين يروح للوول، فيعمل وول ويعمل كيبورد انتري ويختار بيك اس بي لاين ويدوس، هتتعمل له الوول على طول. طيب واحد تاني طبعا هيجي يروح يختار سيركل ويجي يعمل وول ويعمل بيك اس بي لاين، مش هتطلع له على الدايرة، هتطلع له مربع. وليه؟ لان الوول ما بتمشيش على الشكل الدائري اللي عندنا. طب لو انا محتاج ارسم وول على شكل دائري او الشكل بتاعنا الدائري اعمل ايه؟ تشغل السناب بتاعك، والسناب المرة دي بتبقى مشغل الايدجز والسيجمنتس، وبتختار الوول وبتحدد الوول بتاعتك اللي انت الوول بتاعتك اللي انت عامل، انا اسف بشغل فيرتكس مش ايدجز، وبتحدد الوول بتاعتك هي الويتس بتاعها والهايت قد ايه، وتبتدي بتكليك طول ما انا مش انا بدوس كليك دلوقتي. طبعا كل ما بتقلل عدد الكليك بتاعتك كل ما الوول بتاعتك بتطلع على الكيرف بتاعك مظبوطه يعني. انا خليني بس انا اعملها لكم بسرعه كده، مش هندوس كتير، هو بيسناب اهو حاجه عامله كده مثلا اهو. يس خلاص، بدوس طبعا بولي ويلد وادوس اسكيب هيتلاقيه عمل لك الوول بتاعك. طبعا انت لو دوست كليك اكتر مني فهتلاقي ان الموضوع بتاعك هتلاقيه طالع مظبوط اكتر من ان هي تيجي كده يعني. انا بس عشان كنت بعدي يعني. طيب انا عملت الوول بتاعتي دلوقتي اهو. طيب هنفترض ان انا عندي وول داخليه كمان، فانت الوول الداخليه اللي انت هتعملها يعني، خلينا نروح للبلان اللي احنا رسمناه اللي هو البلان بتاعنا الاولاني ده اللي هو ده، وخليني مثلا اعمل وول داخليه، والوول الداخليه دي تبقى اللي هي ايه 0.15 اهو، وهبتدي اعمل مثلا ادي وول كده مثلا. طبعا انا شغل بس اللي هو الجريد بوينت، وعندي ادي وول داخليه اهي، وبعدين مثلا عندي وول داخليه حاجه عامله كده، وبعدين عندي وول داخليه حاجه عامله كده. لو انت جينا رحنا في الـ 3 دي بتاعنا هنلاقي ان الوول اللي انت عاملها دي كل واحده معمول لها كل واحده لوحدها، مش حاجه على بعضها، مش دور كامل لوحده. عشان تخلي الوول دي كلها حاجه واحده بتروح في موديفاي، تختار مثلا اي وول فيهم وتروح في موديفاي وتعمل اتاتش، وبتبدا تختار الولات اللي هي التانية اللي انت زودتها. فكده لو انت جيت تبص هتلاقي عندك ان الول بتاعتك دي كلها نفس اللي هو الايه الشكل الواحد بتاع. طيب حاجه اخيره بقى، عشان احنا دايما متعودين الفيديو بتاعنا بيكون يعني ما بيزيدش عن 30 دقيقه عشان ما اكونش طولت عليكم يعني. انا لو محتاج ازود هايت الوول دي مثلا، يعني انت عندك مثلا السلم او اللي هو السلم بيكون اعلى من ارتفاع الدور، فانت كلهم مثلا ارتفاع وده اعلى، عشان تزود حاجه واحده بس بتبدا تدخل في موديفاي وتفتح البلس اللي موجود طبعا عندك، هيبقى عندك لو 2018 هتلاقي فيه سهم جدا، وتبدا تختار حاجه اسمها السيجمنتس،
وتبدأ تختار. مثلا انا واقف على السيجنس بختار الوول بتاعتي، او لما بتقف على الوول بتاعتك تقدر تزود الهايت بتاعك زي ما انت عايز. فانت بتبدأ تختار كل وول بسيجمنتس الواحدة وتبدأ تعدل فيها زي ما انت عايز. فلو انا محتاج بير السلم بتاعي يكون كده اللي هو المربع ده، فانا كنت بالتالي محتاج ان انا مرسمش كل الوول بتاعتي دي كلها حتة واحدة، انا كنت محتاج اعمل دي جزء وول بس وبعدين اكمل الباقي ده، ومحتاج اعمل لحد هنا كده دي وول بس، فيبقى عامل لي مربع اقدر ازود الهايت بتاعته زي ما انا عايز. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا. احنا النهارده طبعا شرحنا الوول وشرحنا اكسترود وشرحنا اللي هو الفولياج بتاعنا وشرحنا اللي هو الميرور وشرحنا اللي هو الانجل سناب اللي هو اللي موجود فوق ده. لو حد محتاج عنده اي اسئله طبعا يقدر يبعت لي على الجروب بتاع الفيسبوك، واتمنى اني ما اكونش طولت عليكم. شكرا.